مغنية البوب العالمية تايلور سوفت عملت هزة أرضية وكانت هتدمر اسكتلندا كلها، بس ربنا ستر. وده حصل في مدينة أدنبرا، وتحديداً في استاد موريفيلد، وده هو المكان اللي عملت فيه حفلتها، واللي حضرها 73,000 شخص كلهم جايين علشان يرقصوا ويغنوا مع تايلور سوفت. وبعد 4 ساعات من الحفلة قررت الشرطة أنها تخلي الاستاد، وده بعد ما اكتشفت هيئة مراقبة الزلازل في بريطانيا زلزال على بعد 6 كيلو من حفلة تايلور سوفت، وده خلى السلطات تتدخل بسرعة علشان يسيطروا على الوضع، لأن درجة الزلزال وصلت ل 33.4 نانومتر، وده كفيل إنه يوقع 60 عمارة أو حتى يعيد تنشيط بركان من براكين اسكتلندا. لكن عدت على خير، في بس شوية بيوت اتصدعوا وإزاز كل البيوت اللي قريبة من الاستاد اتكسر، غير كده الأضرار بسيطة، وكل ده بسبب 73,000 شخص بيغنوا وبيرقصوا في مكان واحد. وهنا كنا لازم نسألكم، إيه رأيكم في اللي حصل؟ وهل من حق الشرطة إنها تمنعهم؟ ده سؤال ليكم، مستنيين ردكم عليه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من مباشر عين مصر.